ترى عادة هذا حال المتشيعين، دائما يعانون. هنالك قضية يعني حقيقة أنا ما أريد أن يعني أؤلم قلوب المؤمنين في هذه الليلة بها، بس ما دام انفتح هذا الكلام هم أذكرها. بنت كويتية متشيعة تناهز 20 عمرها، هذه من أشهر عديدة وصلتنا استغاثات منها عن طريق طرف ثالث. هذه متشيعة ويتيمة، المتكفل بها عمها رجل يعمل في وزارة الداخلية في الكويت في الأمن، وباطش خبيث ناصب من كل الجهات متوحش. فهذا لما علم بتشيعها حبسها في البيت، ويعني كان ينهال عليها تعذيبا، أحيانا كان وضعها جدا يسوء فينقلونها بالإسعاف إلى المستشفى. المستشفى كان هنالك دكتور مصري، هذا الدكتور المصري اكتشف أن الأمر جراء تعذيب ممنهج، فكتب تقرير في هذا الأمر. جاءه ذلك العقيد وكان يهدده فسحب التقرير، يهدده بكل شيء يعني. نتيجة فما كان عندها غير أنها تتوجه إلينا عن طريق ذلك الطرف الثالث من أجل إنقاذها. إحنا حقيقة بذلنا ما نستطيع، كلمنا بعض الإخوة بالكويت وكذا، في البداية كانوا يشكون، كانوا يقولون القضية كيدية وما شاكل ولا وماكو شيء إثبات بيدنا وشون نقدر نتدخل، يعني كنا على أساس بعض نواب مجلس الأمة الشيعة هكذا، يقولون لا القضية كيدية وإلى آخره. فما أبدوا مع الأسف ذلك التفاعل، والقضية كانت تزداد سوءا. الرسائل كانت تصلنا أنه ترى هذه تموت ترى، ودمها يعني في رقبتكم إن حصل لها شيء. حاصل ما أخذوا القضية جدية، وأنا شنو أسوي أخواني، أنا والله قلبي يعتصرني ألم، أكاد أبكي على هذا الموضوع، أنه أنا يدي ليست مطلقة، لست مبسوطة اليد، ماذا أفعل إن لم يعينوني. حاصلا قبل أيام، يمكن قبل أسبوعين هكذا، وصلتنا رسالة، ماتت الفتاة، ماتت خلاص حتى تعرفون الآلام اللي نقلت لكم ذات مرة أيضا، أنه إحدى المؤمنات في المدينة المنورة تشيعت هذه، وأبوها راح صدمها بالسيارة وقتلها، صدمها بالسيارة، كتبوا حتى الصحف السعودية كتبوا في هذا الشأن. تتعرفون إخواني، هذا اللي يروح صوم محمد وآله الطاهرين عليهم الصلاة والسلام ما يحصل دنيا، ولكن إحنا لنا الآخرة إن شاء الله. الحمد لله.